أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حضرة النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه. سؤالنا اليوم: هل يجوز للمرأة أن تعتكف، وهل لها أن تعتكف بغير إذن زوجها، وأين تعتكف المرأة؟ سؤال كريم. من سنن يعني أو مستحبات شهر رمضان الاعتكاف فيه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعتكف دوما العشر الأواخر من رمضان. يجوز للمرأة أن تعتكف في شهر رمضان بإذن زوجها لما عليها من حقوق تتعلق ببيتها وزوجها وأولادها، ولا يجوز لها أن تعتكف بغير إذن زوجها. لها أن تعتكف إن أذن لها زوجها في المسجد القريب منها، حتى يعني لا يشق ذلك عليها. هذا والله أعلم وأعز وأكرم، بل لها أن تعتكف في بيتها كذلك.